دائما كان يوصينا بمخافة الله. يعني الوالد يعني مخافة الله هذه عنده شيء، المخافة الله، الأمانة، الحرص، عدم الاهتمام بالدنيا كثير. يعني نحكي قصة من القصص اللي صارت لي أول ما تخرجت من الجامعة. كنت مع الوالد وكان تعرف الواحد شبابه عنده طموح ويبغى يعمل شيء، هذول يعني الجيل القديم ما ممكن يعمله. فكانت أعمالنا الحقيقة يعني تنتشر من شرق آسيا إلى أوروبا إلى أمريكا، فكان الواحد حقيقة من صباح إلى المساء وهو دائما في اتصالات تلفونية وفي عمل. فيوم من الأيام جابني وقال المكتب وقال لي تعال أبغاك. نزلت المكتب المكتبي، فتح الدرج وطلع الميزانية وقال لي خذ اقرأ الميزانية، ميزانية الشركة. طبعا العادة الوالد الله في الرحمة كان عنده قلم أحمر يحط أي ملاحظة عليها أنه هالرقم الفلاني. وأنا بصفة أني مشارك في دائما في إعداد الميزانيات، أنا عملي دراساتي مالية أصلا. فقلبت الميزانية كلها ما شفت ولا أي ملاحظة ولا علامة. قلت طال عمرك ما في شيء. قال لا لا تأكد، ارجع الصفحات اقرأ الأرقام وشوفها. قرأت الأرقام ضحك وقال لي أنا شوفك لك فترة وانت لنت عايش معانا وانت مشغول بالشغل، صباح 6 الفجر تلفونات تجيك، 12 بالليل تلفونات أعمال تقفيل حسابات شغل، ترى أنا أوريك الأرقام إذا قدرت تحافظ على الأرقام هذه بتكفيك وعيالك وعيال عيالك. شطارة اليوم أنك تحافظ على الثروة اللي موجودة، محافظة عليها أكثر من قضية تنميتها، وخوفك لله عش حياتك، استمتع، شوف عيالك، اقعد معنا، شوف أصحابك، شيء اعمل أعمال أخرى ما هي قضية مادية بحتة. فدائما كانت وصيته أنه التوازن في كل الأمور في كل شيء. كلمة اللي أذكرها دائما لعم محمد هي يمكن الكلمة اللي قال لي إياها في أول 5 دقائق كنت منفرد في لقاء معه وليس في مكان عام. قال لي سبب وسر النجاح هو تقوى الله. كلمتين، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه كانت كلمات العم محمد اللي ترن في بالي عندما أقدم على أي مشروع أو عندما أبدأ أي حاجة سواء كانت عملية أو خاصة.